مستر مارسيل كولر. الكل خلاص بقى عارف مارسيل كولر، ظهر في لقاءات القمه في اكتر من مره، ظهر بشكل مميز، قدر انه يحقق الفوز في اكتر من مباراه. يمكن بدايته او الموسم الماضي كان موسم مميز جدا بالنسبه له، قدر يحصد جميع البطولات. الكيرف الموسم الحالي مش على نفس مقدار الكيرف بتاع الموسم الماضي، واحنا بنقارنه بمستواه وبالمستوى اللي قدمه الموسم الماضي اللي هو كان تقريبا محقق كل حاجه يقدر يحققها، خاصة كمان ان الفريق فيه نوعا ما عملية احلال وتجديد بتحصل داخل السكواد، بدخول لعيبة وخروج لعيبة، بعض الصفقات بتحاول تخش داخل الفريق، بعض الاصابات بتضطر ان لعيبة بتدخل مرة تانية، فلسه في عملية روتيشن في الاهلي، لكن يظل الاهلي بيبني على كل اللي قدمه خلال الموسم الماضي. في المقابل الزمالك مش عايزين نقول قد يكون أنسف حمامك القديم، الفريق الموسم الماضي كان واحد من أسوأ مواسمه، الموسم الحالي مع مدير فني جديد في الفترة الأخيرة بدأ يظهر نوع من الصلابة أكبر. أعتقد أن الكيرف بتاع الزمالك في مستوى تصاعدي، وده خلينا نأمل أن الأهلي محافظ على أو بيحاول يحافظ على فورمة الموسم الماضي، والزمالك بيحاول يرفع مستوى الفني لمستوى أفضل. اللقاءات الأخيرة لجوميز كانت مميزة جدا، لكنه الاختبار الأول لجوميز في الديربي، مدير فني غير معتاد على الديربيات نوعا ما، لكنه مدير فني جيد جدا، ففرصة أن احنا نشوف جوميز وطريقة تعامله في الديربيات عاملة إزاي، خاصة ان البرتغاليين دايما في ملاقات الديربي بيقدروا يلعبوها دايما. سواء بنتكلم بقى كان المدير الفني ده للاهلي او الزمالك جوزيه، حدث ولا حرك في الديربيات. جوسوالدو فريرا جال الزمالك بعد فتره غياب طويله، وقدر يكسر سلسله الانتصارات اللي كان محققها النادي الاهلي سواء في كاس مصر او في بطوله الدوري في الولايتين. فدايما المدربين البرتغاليين بيقدروا يلعبوا لقاءات الديربي، فاحنا قدام مديرين فنيين كبار جدا مميزين يعني جدا، ونامل ان شاء الله هنشوف جيم شطرنج النهارده يعني في الملعب. اتمنى باذن الله.